جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ومواعيد تسليم أرقام الجلوس. يستعد جميع طلاب الثانوية العامة 2022 لعقد الامتحانات الخاصة بهم والتي تبدأ في يونيو المقبل يوم 20 وتنتهي في يوليو يوم 21. واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي ستعقد في شهر يونيو القادم، والاستعداد تم لها في المدارس بنسبة 90% حتى الآن. وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لتوزيع أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك مع ملاحظة أن الاختبارات ستعقد ورقية بطريقة الباب الشت. جدول امتحانات الثانوية العامة 2022. وحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بنظام الاختيار من متعدد. ورقة الجدول كاملا لطلاب الصف الثالث الثانوي. وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العمل على توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، حيث سيتم تبليغ جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بمواعيد تسليم أرقام الجلوس للطلاب. وحسب ما أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 سيتم إلغاء الأوبن بوك فيها، وكل ما يدخل به الطالب في اللجنة هو قلمه فقط، على أن يتم تسليم كتيب مفاهيم له. حسب ما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فها شبيها للكتاب المدرسي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على المفاهيم التي يحتاجها الطالب في المادة التي يمتحن فيها في الثانوية العامة لعام 2022. بردا على سؤال كيف يتسلم طلاب امتحانات الثانوية العامة ورقة المفاهيم لعام 2022، فامتحانات الثانوية العامة قالت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لم يطبعوا الكتيب الخاص بالمفاهيم، ولكنهم يحصلوا عليه من خلال اللجنة أثناء توزيع الباب للشت المطور، والذي يساعد الطلاب على الحل في نظام الأسئلة الجديد.